الشغلانه بتاعتنا محتاجه ديسيبلين قوي، ومحتاجه يبقى كل واحد عارف حدوده ايه وامكانياته ايه. اللي ما عرفوش اقول ما عرفوش، وابقى كين قوي ان انا اتعلمه صح من اللي عنده خبره اكتر او من اللي عنده اكسبيرينس اكتر بشكل او باخر، واسمع النصيحه واعرف اوظفها مظبوط بالفكر بتاعي، وفي نفس الوقت اعمل ليها بالانس. أنا محمد بدر، خريج كلية الفنون التطبيقية قسم تصميم داخلي وأساس سنة 95. تقدر تقول عاشق للفن بجميع أنواعه، بداية من الرسم، من السكتشز، من التمثيل، من العمارة، التصميم الداخلي، أي نوع من أنواع الفن كان بيفرز عندي كده يعني زي ما بيقولوا الأدرينالين بتاع الانرجي، ودايما كنت بشوف الحاجة بشكل مختلف تماما. دخلت تصميم داخلي، وانا الاول اصلا كانت امنية حياتي ان انا اخش عمارة، وانا كنت متأثر قوي بالعمارة، ووالدي اصلا استشاري، وليا عم وليا خال برضو استشاريين، فكنت متأثر قوي بالعمارة من وانا صغير، من قبل ما اخش الجامعة اصلا. ولظروف معينة للأسف ما دخلتش عمارة، يعني كان أقرب حاجة ليها تصميم داخلي، ولقيت نفسي الحقيقة في التصميم الداخلي أكتر، لأن تفاصيله كتير جدا وفي فرايتيز كتيرة جدا من تنوع البروجيكتس نفسها. تقدر تشتغل الفرزيدنشل وكوميرشل وهوسبيتاليتي وهيلث كير وحاجات كتيرة قوي الحقيقة، وكل حاجة ليها قصة مختلفة عن التانية. العمارة برضو انت بتتعامل مع كتلة، هو في ترابط ما بين الاثنين حقيقة قوي، والاثنين بيكملوا بعض، وبما ان كمان العمارة بتغير ثقافات مدن كاملة وبتطور فكر جامد جدا. بس انا حقيقة لقيت نفسي في التصميم الداخلي بقوة. درست الخمس سنين بتوع الجامعة، وبعد كده عملت ماسترز في امريكا في العمارة تكملة لموضوع التصميم الداخلي عشان اقدر اعمل بالانس ما بين الاثنين. بعد ما اتخرجت او يعني قبل ما اتخرج تقريبا بسنتين، بدأت اتمرن في مكاتب دكاترة معروفين في الجامعة، واصدقاء والدي كانوا استشاريين كبار في التصميم الداخلي والاساس، وكان بالنسبة لي بداية التمرين ده كان مهم جدا 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 عشان ابدأ اتعامل مع الخامات ان جنرال. حقيقة الموضوع ده خد وقت طويل واثار لي الشغف بقوه في التعامل مع الخامات، بقى رخام وخشب ودهانات وجميع انواع الخامات اللي ممكن نستخدمها في هذا المجال بشكل او اخر. والحقيقه التمرين ده كان متنوع، كنت انزل مواقع، كنت اشتغل في مكاتب استشاري معماري او تصميم معماري، وكنت بشتغل في مكاتب تصميم داخلي، وبدأت أروح ورش، وبدأت أروح مصانع. كل فترة كنت ممكن أقعد فترة مثلا أسبوعين ثلاثة، واللي لقي فيه نفسي قوي ممكن الفترة تزيد أكتر من كده. ده اداني قوة الحقيقة جامدة جدا. كمان أثناء الدراسة في الجامعة كانت نقلة بالنسبة لي في المشاريع بتاعة المشروع سنة ثالثة ومشروع بكالوريوس. كان في تفاصيل اكتر بكتير من بقيه زمايلي، كان في ماتوريتي اكتر بكتير، وخدتني في اتجاه مختلف. برضو لما بتاخد خبره اللي اكبر منك وتاخد الادفايس بتاعه مظبوطه، وانت عندك باشن وتيجي تترجمها وتحاول تحولها بقى للايدنتيتي بتاعتك، انت شايفها برؤيتك انت بالفيجن بتاعتك، الموضوع بيبقى ماتور قوي. فبتبقى خارج من الجامعه عندك سيلف كونفيدنت، انت هتعمل ايه بعد كده او هتكمل في اي طريق. وعلى الفتره بتاعتنا الحقيقه ما كانش الزمن فيه الروح بتاعه الفريق،
كان كنت انت اللي لازم تعمل ريسيرش لوحدك، انت لازم تبحث لوحدك ولازم تسال وتروح هنا وتروح هنا وتقرا كتير، وما كانش فيه الاكسبوجر بتاع الانترنت وما كانش فيه الاكسبوجر اللي موجود حاليا دلوقتي تقدر تعرف اي معلومه بسهوله. وبدأنا بقى شقيت طريقي في المجال بتاع التصميم الداخلي والعمارة. من بعد ما اتخرجت على طول الحقيقة اشتغلت في شركتين مالتي ناشنال لمدة تقريبا سنتين أو سنتين وشوية، خدت فيهم خبرة قوية جدا. شركة منهم متخصصة في الديزاين بس وكونسلتنسي، والشركة التانية شركة تنفيذ. وكان في فترة زمنية كده في خلال السنتين ونص دول كنت بشتغل شغلانتين في وقت واحد، يعني الصبح كنت في الموقع مع الشركة اللي بتنفذ وبعد الظهر كنت في مكتب التصميم. والحقيقة بعد ما اشتغلت فيهم بفترة قصيرة قوي من كتر ما الشغلانة بتاعتنا محتاجة ديسيبلين قوي، ومحتاجة يبقى كل واحد عارف حدوده ايه وامكانياته ايه، اللي ما عرفوش اقول ما عرفوش، وابقى كين قوي ان انا اتعلمه صح من اللي عنده خبرة اكتر او من عنده اكسبيرينس اكتر بشكل او باخر، واسمع النصيحة واعرف اوظفها مظبوط بالفكر بتاعي وفي نفس الوقت اعمل ليها بالانس. فالحقيقة الخبرة دي كانت قوية قوي بالنسبة لي، وانا انصح طبعا كمان ناس كتير قوي في الحتة بتاعة الانترنشيب او التدريب بدون التركيز في النواحي المالية وبدون التركيز في حاجات ممكن تأثر على شخصيتك أو الايدنتيتي بتاعتك بشكل أو بآخر. والله الحقيقة بعد السنتين ونص اللي أنا قضيتهم في الشغل أو ثلاث سنين تقريبا almost لثلاث سنين مع الشركات المالتي ناشنال دول، قررت أن أنا أفتح my own design studio وأبدأ الطريق من أوله. قعدت تقريبا أول سنة جات لي شغلانتين. الشغلانه الاولانيه كانت شقه بتاعه حد اعرفه، يعني حد من قرايبنا، وما خدتش منه ديزاين خالص، واشترطت عليه ان انا مش هاخد ديزاين فيز نهائي وبس اعمل كل اللي هطلعه اعمله فيه. والحقيقه فعلا كان جريء كمان، وانك انت تلاقي عميل اصلا جريء يسيب لك نفسه كده وانت في اول الطريق دي كانت صعبه. وساب لي الحقيقة كل حاجة وفعلا عملت الشقة، خدت لها تقريبا بتاع من 5 لـ6 شهور ما بين تصميم وتنفيذ وكل حاجة، طلعت حلوة. من الشقة دي جالي حد قريبه كان عنده محل أقمشة في كلية البنات في مصر الجديدة، ولما عجبته الشقة قوي فقال أنا عاوزه، فروحت قابلته فعلا صاحب المحل وقال لي أنا عاوزك أنت اللي تعمل لي التصميم. فقلت له بصراحة أنا أول مرة أعمل محلات ودي محتاجة شوية مذاكرة ومحتاج أذاكر الكونسبت بتاع المحلات وأقعد معاك 3-4 قعدات كده أعرف الكونسبت بتاع الأوبريشن شكله عامل إزاي، العميل بيتحرك في المحل إزاي، الموظفين بيتعاملوا مع الحاجة إزاي، عشان كمان اختياري للماتيريال نفسها تبقى في مكانها الصحيح. المهم قاعد يتحايل عليا مثلا بتاع شهرين هتاخد كام هتاخد كام هتاخد كام، رفضت اقول له خالص، قلت له خليني اعمل الديزاين الاول ويعجبك وبعد كده نتكلم في موضوع الفلوس. وفعلا عملت له 3 افكار مختلفه، على اياميها ما كانش فيه كمبيوترز، ما كانش فيه اوتوكاد، كان كله سكتشز، فعملت وكان كله فري هاند يعني، فعملت البلانات كلها سكتشز، عملت 3D كله سكتشز، وعملت 3 اوبشنز مختلفين واختار منهم اوبشن عجبه جدا. انا فاكر الشغلانه دي انا خدت فيها ديزاين واشراف 750 جنيه، وكنت يعني مبسوط جدا. ده كان اول شغلانه عملتها في حياتي وخدت فيها فلوس الحقيقه. وصاحب المحل كان عنده شركه مقاولات كويسه قوي، نفذت المحل وانا اشرفت عليه للنهايه وطلع الحمد لله كويس قوي. الحته دي بقى مهمه قوي، لان حته المحلات دي لقيت فيها نفسي، فيها تشالنج قوي جدا، الفترة الزمنية بتاعتها قليلة مش كبيرة، دايما الحاجات السكنية بتاخد وقت طويل وفي فرايتيز كتيرة، وبعدين صحاب البيت الراجل ليه مزاج والست ليها مزاج تاني، واذا كان في اطفال او في شباب ليهم برضو مزاج مختلف، فطبعا لما بتقعد مع كل مايند سيت لوحده واخد بالك ده تفاصيل كتير وبتاخد وقت طويل قوي.
المحلات موضوع مختلف، فيها تشالنج قوي جدا في الحتة بتاعت التايمينج، ده رقم واحد. رقم اتنين في التعامل مع الناس، في التعامل مع الجست اللي بيتعامل في المكان نفسه، في التعامل مع الموظفين اللي بيتعاملوا في المكان، اختيارك للماتيريالز، العلاقات بتاعت الحلقات الهندسية اللي في المكان نفسها. كل مكان بيبقى فيه مشاكل مختلفة عن التاني، ده وجهته عريضة، ده وجهته صغيرة، المكان كبير قوي من جوه، المكان صغير، فازاي ترفلكت وتحل المشاكل دي كلها وتطلع منها ديزاين مدروس كويس قوي وتتعامل معه معاملة كويسة، واختيارك كمان للماتيريالز يبقى ناجح. ده كان بالنسبة لي الفيصل في القرار أنا هكمل في إيه. فقررت ساعتها إن أنا أركز في الحتة الكوميرشل والريتيل قوي، ومن هنا بدأت الانطلاق بتاع الديزاين أوفيس بتاع أمبي ديزاينز. وكان مكتبي شقة صغيرة جدا، أوضة وصالة، وبدأت واحدة واحدة. المحل ده جاب لي وراه محل، وبعدين محل، وبعدين 10، وبعدين كافيه، وبعد كده مطعم، وهكذا. وبدأت في الحتة بتاعت المحلات دي حقيقة، أو الكوميرشل إن جنرال، والهوسبيتاليتي بصفة عامة، لأنهم كلهم يندرجوا تحت بعض يعني. خدت بعد المحلات والكافيهات والمطاعم، بدأت في الفنادق والأوتيلات أجزاء صغيرة، أعمل مطعم في فندق، أعمل الحتة بتاعت ريسبشن بس، أو الريسبشن أو اللوبي بتاع الريسبشن، بعد كده دخلت في الغرف الفندقية وهكذا. فده كان الايم أو الستارت اب بتاع الموضوع نفسه. وبعدين كنت باخد برضو ريزيدنشل، بس كنت باخده قليل قوي للي يقدر يستحمل التايم فريم بتاعه، لأن الريزيدنشل فيه تفاصيل كتير جدا، لأنك بتتعامل مع كل زون وكل فراغ ممكن يبقى مختلف عن التاني على حسب متطلبات اللي هعيش في الفراغ. فدي كانت بتحتاج شوية وقت، زائد ان هو في تنفيذه بياخد وقت طويل. ومن هنا بدأت قصة أمبي ديزاينز، وبدأنا نكبر واحدة واحدة واحدة. وبعد كده يعني بدأت طبعا كان معايا أوفيس مانجر، بعد كده الأوفيس مانجر بقى فيه درافترز، بعد درافترز بقى فيه تكنيكال أوفيس، بعد تكنيكال أوفيس بقى فيه ديزاينرز، وبعد كده بقى فيه اتش ار، وبعد كده بقى فيه ماركتينج، وبعد كده الموضوع توسع. في النص بقى بدأت أخش كمان في الحتة الأركيتكتشر اللي كانت الباشن بتاعتي فيها في الأول خالص. بدأنا نعمل ديزاين لواجهات عمارات سكنية، بدأنا نعمل ديزاين لواجهات أو تعديل فيس ليفت لواجهات لفنادق وغيرها من المشاريع كتير. طبيعة المشاريع في أمبي ديزاينز متغيرة أو مختلفة كتير، ودي الحقيقة دي أنا بحبها قوي، ما يبقاش في وتيرة واحدة، لأن بتخليك إيجر أن أنت تأكسبلور الحتة الكوميرشل فيها إيه، وتأكسبلور الحتة الريزيدنشل فيها إيه، وتأكسبلور الحتة فيها الأركيتكتشر وفيها. أنا كمان من نوع الزهوق، ما أقدرش أمشي على وتيرة واحدة فترة طويلة، بالذات لما يكون عندك باشن قوي للشغلنا ومحتاج تعرف أكتر، محتاج تشوف أكتر. وانا كمان في حاجه كده، انا بحب قوي اوبزرف واواتش بيبل، يعني احب ممكن ابقى قاعد في مكان ما اعملش حاجه، اتفرج على الناس بتتعامل مع الحاجه ازاي، بيمشي ازاي، بيقعد ازاي، بيتعامل مع الكرسي ازاي، بيتعامل مع الانفايرمنت والسبيس اللي حواليه ازاي. دي بتديك انسبيريشن، ناس وهي بتتكلم وهي بتضحك وهي بتحكي قصه. فالحته دي كانت بالنسبه لي مهمه، نتخش في التعمق، لان احنا خلي بالك احنا ممكن تبقى مصمم داخلي ودكتور نفساني في نفس الوقت، ودي حته فيري كريتيكال، مهم قوي ان المصمم الداخلي يعرف يوصل الفكره ازاي او يحكي قصه ازاي لصاحب المكان اللي هو بيعمله له عشان يعيشه فيه مظبوط، او القصه تتنقل بالشكل المظبوط وتعيش. في ناس بتعمل افكار حلوه كتير قوي بس ممكن تقعد سنه سنتين وخلاص يعني بتنساها، لكن في مشاريع كتير قوي بتتعمل بتسيب فيك اثر، بتسيب فيك ذكريات حلوه دايما بتفتكرها، في الصور بتطلع حلوه، الناس بتتكلم عليها كتير وهكذا. فبدانا الحقيقه ام بي ديزاينز بدات لما تتوسع، بدا يبقى في اركيتكتشر ديبارتمنت لوحدها تماما، انتيريور ديزاين ديبارتمنت لوحدها تماما، وبرودكت ديزاين، ودي كانت في الاخر الحقيقه لوحدها.
وعندنا جرافيكس وميديا ديزاين ديزاين ديبارتمنت يعني لوحدها برضو بس بتخدم المشاريع بتاعت ام بي ديزاينز. ده كده سريعا. في مشاريع الحقيقة سابت أثر معايا وخدت معانا فترة طويلة لأن كانت long term business relationship. بمعنى زي شركة مثلا موريكو يملكوا أكتر من 6-7 براندز مختلفين وإحنا اشتغلنا معاهم في براندز كتيرة قوي زي موري سوشي زي تادز زي مينس زي نوا الايجين وزي عملنا لهم برضو كونسبت أخير اسمه أوزيل. ده تركيش كونسبت حلو قوي فاتح في جاردن 8. فدي شركة احنا اشتغلنا معاهم تقريبا اكتر من 15-16 سنة وعندهم فوق 50-60 فرع. فدي very successful story ان انت تكمل مع كلاينت واحد فترة طويلة تحقق له اللي هو عاوزه وتطلع له اللي هو بيحلم بيه وكمان اكتر وتحقق فيها نجاحات قوية. ده شق. الشق التاني مثلا احنا من كتر ما احنا بنتذكر كويس قوي احنا كنا من المكاتب المعتمدة عند شركة الفوطين مثلا في دبي وفي مصر. كل المراكز التجارية بتاعت الفوطين هنا في مصر نجد الفوطين او عبدالله الفوطين احنا من المكاتب الاستشارية المعتمدة عندهم. اشتغلنا معهم في حاجات كتير قوي محلات طبعا ريتيل وفاشن كتير جدا. اشتغلنا كافيهات ومطاعم كتير احذية. فاحنا كنا من التوب المكاتب الفايف توب اوفيسز ديزاين اوفيسز اللي كنا بنشتغل معاهم. فدي طبعا من برضو النجاحات القويه. من الاسامي برضو اللي معروفه وان اوك كاسبر ان جامبينيز نشنتاشي اللي في سي اف سي ده لسه فاتح ريسنتلي بقى له سنه ونص تقريبا برضو من المحلات الكبيره. دول اللي انا متذكرهم. طبعا في حاجات تانية طبعا كتير. وبنشتغل بقى مع معظم كمان ريل ستيت ديفلوبرز اللي انت تعرفهم في السوق زي مثلا صادق اشتغلنا معهم مشاريع كتير. اشتغلنا مع اعمار برضو مشاريع كتير. اشتغلنا مع مين تاني حاجات كتير طبعا مش فاكر. اشتغلنا مع بيبسي واشتغلنا مع كول. اشتغلنا مع شركات كتير قوي معروفة يعني. ده بص بقى انا كنت احب لو ما كنتش احب او ما كنتش ابقى انتير ديزاينر او اركتكت كنت احب قوي اخش مجال التمثيل. انا مغرم قوي بالافلام والمزيكا ان جنرال والسفر. دول الثلاث حاجات اللي بيخلوني اخش كده في حالة قوية من الفن يعني. زمان ايام المدرسة وايام الجامعة كنت دايما ايه بعرف اقلد صحابي كويس قوي وبتاع مش عارف ايه. فكانوا دايما ناس كنت تقول لي ايه انت لازم تمثل لازم تمثل لازم تمثل. طبعا كانش فيه يعني ما كنتش واخد الموضوع قوي بطريقه فيري سيريس. بس فعلا لو ما كنتش ابقى مصمم داخلي او اركيتكت كنت دخلت المجال التمثيل ده ما فيش كلام يعني. في مجال الانتيرير ديزاين انا عندي حاجه ادفايس احب اديها لناس كتير قوي بالذات اللي لسه متخرجين من الجامعه. قبل ما ياخد قرار ان هو يفتح ديزاين اوفيس مهمه قوي الحته بتاعت التدريب والانترنشيب وان هو ياخد اكسبيرينس عند فيري ويل نون ديزاين اوفيسز يعرف ياخد منهم اكسبيرينس كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين لازم يحدد يعرف هيعمل ايه. هيبقى ديزاينر ولا هيبقى برودكت ديزاين ولا هيبقى اركيتكت ولا هيشتغل في كونستراكشن ولا لازم يحدد. وعشان يحدد لازم يعدي في الاكسبيرينس دي. هيشتغل في شركه كونستراكشن هيشتغل في شركه ديزاين عشان يقدر يلاقي الحته اللي هو شاطر فيها عشان يقدر ينميها ويطورها ويكمل على اساسها. فالحته بتاعت الاكسبيرينس دي مهمه عشان يعرف ياخد القرار لان ان هو ياخد قرار ان هو يعمل ديزاين اوفيس او يفتح شركه ديزاين الموضوع مش سهل. ليه؟ عاوز برزنتيشن سكيلز، عاوز مانجمنت سكيلز، عاوز تعرف تتعامل مع الناس كويس قوي. ناس طبقات ومايند سيتس مختلفه كتير وفي ناس فيري ستابرن في ناس ايموشنال قوي. فلازم تعرف تتعامل مع الناس. عشان كده انا بقول لك في الاول فيها حته سايكولوجيكال شويه عشان يعرف يبيع الفكره بتاعته ويعرف يقنع بيها العميل. فانك عشان يفتح الحته دي لازم يبقى عنده السكيلز دي بالاضافه كمان ان هو هيدير ستاف عنده. عشان يدير الستاف ده لازم عنده الاكسبيرينس دي كويسه قوي ويعرف يديرهم كويس عشان يعرف يطلع منهم احسن ما عندهم ويعرف يطلع بدايما سكسسفل بروجكتس.
لكن لو مش عارف يدير الناس مش هيعرف يطلع اوتكم مظبوط. اوكي، في الحته دي مهمه قوي 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 ان انا ابقى سبيسيفايد في حته معينه وابقى شاطر فيها، بعد كده اطور لو حاسس ان انا عندي الملكات الثانيه ابدا اطورها لغايه ما اوصل للاوبتيمم، اقدر اخد قرار ساعتها لا انا هبدا ديزاين اوفيس، انا كيبل ان انا ادير شركه او ادير ديزاين اوفيس ويبقى عندي معايا موظفين يقدروا يعملوا لي باك اب وهكذا. بص انا مش يعني انا ممكن ادي لنفسي نصيحه لو رجعنا بالزمن كده ورا شويه، لا كنت ممكن اتعمق في موضوع الخبره اكتر. كان نفسي يعني ساعتها في الوقت ده اسافر بره كتير واتمرن في دول اوروبيه او في واتيفر اي دول تانية، لان الاكسبيرينس برضو بتاع ديفرنت كالتشرز مختلفه شويه، المايند سيت مختلف. يعني انا كان ربنا وفقني وكان حظي كويس ان انا قدمت في شركات مالتي ناشونال واتقابلت فيها فتعاملت مع اجانب كتير قوي، بس برضو احنا ينقصنا هنا في مصر الحته بتاعت المانجمنت، ينقصنا النظام، ينقصنا الكوميتمنت والديسيبلين. مهما كان انت شخص او صاحب انتيتي، حتى لو انت مصمم منظم جدا وعندك او سي دي وماشي يعني بتدور على البرفكشن، البرفكشن دي مش موجوده بس بتحاول توصل لها على قد ما تقدر، برضو الانفايرمنت اللي حواليك بتساعدك على تقلص النظام او الحته دي قوي، لان الماجوريتي ملخبطين غير منظمين. عشان كده ده سبب رئيسي مع التيمز اللي انا بشتغل عليها، يا جماعه دايما اركز قوي على حته النظام، الحته بتاعت الفولو اب، الحته ان انت تبقى منظم يومك ازاي، هبدا بايه وهنتهي ليه ازاي، حتى البريك اللي هتاخدها تعمل فيها ايه، هتانوايند كده وتسمع مزيكا، هتشرب حاجه، تقعد في الاوت دور تتفرج على حاجه تغير بيها المود بتاعك. فكنت احب الحقيقه يعني لو شفتني من وانا عندي 19 ل 20 سنه كده انصح نفسي ان لا سافر، شوف اكتر، اشتغل مع شركات بره، احتك بكالتشرز ثانيه، يبقى الاحتكاك بصفه عامه يعني يبقى اكتر من كده. من الحاجات المهمه اللي انا الحقيقه شفتها في الفترات الاخيره، انا كنت بدي لكتشرز في الجامعات هنا في مصر، والحقيقه شفت وتعاملت مع طلبه مصريين very smart very creative وعندهم passion للديزاين in general يعني فوق الوصف، بس يمكن هم مزنوقين زانقين نفسهم في الحتة الأكاديميك دي شوية ومش قادرين يتحرروا منها، تحس ان هو بيعمل المشروع عشان ينجح وخلاص. حقيقة انا انصح الطلبة دول ان لازم يبقى عندهم exposure ولازم يبقى معاهم لينك او يعملوا لينك بديزاينرز معروفين بشكل او باخر. زي ما بقول لك انا باكد على الحته بتاعت الانترنشيب والاكسبيرينس دي مهمه جدا، لازم يروحوا الايفنتس ويقابلوهم حتى لو ما عرفش يعمل عنده انترنشيب في الديزاين اوفيس، لان مش كل ديزاين اوفيس هيبقى فاضي وعنده المجال ان هو يعمل الكلام ده في اي وقت، لكن يشوفوا متواجدين في ايفنتس ايه، موجودين في حته ويروح لهم ويسمع منهم. الحته اللي عاوز هايلايت عليها، الطلبة لازم تفهم مش بالضرورة انك تعمل كل حاجة لوحدك، ومش بالضرورة تبقى لوحدك في كل حاجة، ومش بالضرورة انك تبقى نمبر وان في كل حاجة. الضرورة اللي انا شايفها في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي النجاح في التيم ورك، ان انا اقابل فلان او يبقى انا شاطر في الحتة بتاعت الديزاين، في حد تاني شاطر في الحتة التكنيكال، في حد تالت شاطر في الحته بتاعت البرزنتيشن او المانجمنت سكيلز ان جنرال. المجموعه دي لو اتجمعت مع بعض واشتغلت از تيم ورك ممكن يوصلوا لنجاحات اسرع بكتير من لو واحد لوحده هيقعد فيها 15 سنه. المهم كونسبت الشراكه او كونسبت التيم ورك ده نبقى متفقين عليه من دي وان، كل واحد الرول بتاعه ايه، وزي ما بيقولوا بالبلدي احنا على الحلوه والمره في كل حاجه. يعني ليه دايما بنفرح مع بعض لما بنكسب فلوس ونعمل نجاحات، ولما يبقى فيه مشكله نقعد نتخانق مع بعض؟ الحته دي مهمه قوي، لان بشوف الكونفليكت ده في المجاميع اللي بتعمل مشاريع مع بعض،
كل واحد عاوز يحط الانفلونس بتاعه. لا انا شايف من وجهة نظري ان كده احلى, والتاني يقول لا انا شايف من وجهة نظري ان كده احلى. لا, هو الاحلى في مصلحة المشروع مش في مصلحتكم الشخصية, تفرق كتير. هو انا مش عاوز افرض رأيي وخلاص. فالحتة بتاعت التيم ورك دي مهمة جدا, وانا عارف ان دي موضوع صعب, بس انا متأكد ان هو هيتطور مع الوقت ومع الزمن والإكسبوجر اللي احنا فيه, لان دي في التعليم اصلا من 30-40 سنة ما تعودناش ان احنا نتعامل مع بعض as a group, ودي مشكلة كبيرة جدا. طبعا الكلام ده اتطور في الجامعات دلوقتي الخاصة وغيره, طبعا ان بيبقى فيه دايما طلبة كتير مشتركين في مشروع واحد, بس هتيجي step by step وهتتطور step by step. مش بالضرورة انك انت تبقى ناجح لوحدك, ومش بالضرورة تبقى ناجح مع مجموعة, بس ممكن المجموعة تبقى انجح واسرع. وممكن لو انت عندك السكيلز اللي تأهلك ان انت تبقى ناجح لوحدك برضو هتقدر تحقق نجاحات كبيرة قوي, بس يبقى عندك السكيلز اللي تحقق لك دي. السرعة كمان, ان انا ابقى عاوز ابقى ديزاينر مشهور بكرة الصبح, دي قاتلة, دي محبطة. الشغلنا بتاعتنا بتاخد وقت طويل جدا, وبتاخد ستيجز وفيزز للتطور بتاخد لها وقت, فلازم يبقى فيه صبر شوية. لازم اتعامل مع الماتيريالز واتعامل مع الطبيعة السوق شكلها عامل ازاي, واكوموديت عليها بشكل او اخر واطور عليها. فموضوع السرعة ان انا ابقى مستعجل ابقى ديزاينر شاطر او معروف, دي هتجيلها وقتها. انت بس اعمل اللي عليك والباقي هيجي وربنا هيبعته لك. بس تشتغل بضمير وتحسب كل حاجة مظبوط. ولازم برضو يحطوا في اعتبارهم حاجة واحدة, مفيش حد طول عمره بيكسب ومفيش حد طول عمره بيخسر. البالانس حلو قوي, واللي بيحقق نجاحات اكتر اللي بيخسر اكتر. حاجة تانية برضو, في ناس في الاندستري في مصر واساميها معروفة قوي, خسروا كتير قوي, بس بعد الخسارة دي كلها حققوا نجاحات الحقيقة قوية جدا, اسمهم معروف كويس قوي. وده بيثبت لك التحدي والإرادة في الحتة دي قوي, ان انا عندي باشن وبحب الشغلانة, ومهما فشلت لا هقف تاني وهكمل. وده الحقيقة دول منترز للطلبة دي, لازم يعرفوا قصة حياتهم وبدأوا ازاي وعملوا ايه وايه التشالنجز اللي عاشوا فيها عشان يوصلوا للمرحلة دي. هي في منهم من اشطر ما يكون ومن احسن ومن اقوى ما يكون, كلهم طبعا صحابي وحبايبي, فعلا قصة تتحكي. اللي بدأوا بدايات, ممكن بدأ أول سنة سنتين كان شغال كويس قوي, وبعد كده جاله دروب قوية قوي, أو اللي بدأ بدايات فيها دروبس قوية لفترة طويلة, بس قرر أن أنا هكمل في الشغلانة دي, أن أنا مش هسيبها, لا هتعلم أكتر, لا أنا هطور نفسي, لا أنا هفضل وراها, وهم ده اللي حققوه فعلا. فده المفروض يبقى زي الرول موديل لكل الطلبة. دايما بص, احنا كتير قوي طلبه بيبصوا على السوشيال ميديا وبيبقوا انفلوينسد باللي بيحصل على السوشيال ميديا وبيحطوا مشاريع, وانا مش ممكن اوصل للكلام ده كله. ايه مشكله السوشيال ميديا بس؟ ايه, يا اما بتبقى محبطه لبعض الناس, يا اما بتبقى انسبيريشن لبعض الناس. ده فيها ميزه وعيب, ودي فيها ميزه وعيب الحقيقه. فالانسبيريشن طبعا خلاص انا ببقى انسبايرد او انفلوينسد بالديزاينر ده او بفلان او معجب بشغله, بس مهم قوي ان انا اتعلم منه واخلق الايدنتيتي بتاعتي, لكن ما قلتش. فده شق. الشق التاني ممكن يبقى محبط لناس كتير قوي, اللي هم بيشوفوا انا مش ممكن اوصل للمرحلة دي. انا لا, زي ما هو وصل انت كمان تقدر توصل, بس لازم تحط في دماغك جول, وعشان تحقق الجول ده لازم يبقى فيه بلان, فتعمل بلان عشان تقدر توصل للجول ده. وفي وسط البلان دي لازم تطور نفسك, ولازم تعلم نفسك اكتر, لازم عندك اكسبوجر اكتر, وتعدي بمراحل تطور عشان توصل للنجاحات دي. فما تخليش الحاجات دي تحبطك وما تفكرش فيها, لان دي دايما ده الحبل اللي هيشدك لورا, مش هتقدر تاخد كام خطوه لقدام. فدايما بص للموضوع from the positive side, وان شاء الله طبعا ربنا يوفق الجميع. واحب طبعا اشوف, انا مش بقول لك اتعاملت مع ناس كتير قوي, ومقتنع 100% ان المصريين مفيش اشطر منهم,
وفي منهم أذكياء جدا 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 وعندهم باشن قوية جدا وعندنا ريسورسز في مصر to be inspired with خطيرة يعني فوق الوصف, من الفرعوني للإسلامي للإبطي لي حاجات كتير قوي وستارتنج من النيتشر والبقى. بص اللي يقعد بس يركز مع مصر كده شوية ويذاكرها هيلاقي ان في انسبيريشن رهيبة في كل حتة. فأتمنى بس ان الناس او الطلبة تاخد الحتة دي فأقولها كويس قوي وتذاكرها كويس قوي, وأتمنى طبعا التوفيق للجميع ونجاحات للجميع كلهم يعني.